بذاكرة الفن اللبناني. بنستقبل سوا الممثل أسعد رشتان. بعرف إنك بتفهم بس لشو فلت؟ شو قلت لك؟ نو يذكر. ليك إذا بتصير بعد معك مرة وبتفل سيارة بدون ما تعبي بدي إشحطك. إشحطك؟ أنا بدي إشحطك، يعني إزعبك، يعني أنت أوت أوف سايد. يا أستاذ كمال، فينا نحكي شغل نحن وعم ناكل هالأكل الطيب؟ إيه تفضل. قلت لك يمكن يكون في شيء خاص، ما كان في لزوم أبقى. أعوذ بالله، شو نفعنا بلاكن؟ بلاكن بتطلع مناظر حلوة. مسيو وليد، كيفك يا نورا؟ شغل بالنا عليك. تعذبت وجيت لعنا؟ شو بك؟ كنت مضايقة شوي، بس بالآخر مشي الحال. كان مرعوب من شغلنا، كان خايف اني اطلب منه يساعدني بالشركه مع اني اكدت له. فجأة صار بده يسافر ويشق طريقه ببلد ما حدا يسأله فيه هو ابن مين. 51 سنه ميلاديه؟ اوه بعتذر بعتذر، بس صدقني كم عمليه صغار وبترجع مرتك بتغار عليك. أسعد رشدان، أهلا وسهلا فيك معنا بيفتح للحياة. لاحظتك أنت وعم تحضر هالفيديو أو بعض من المشاهد الأدوار اللي أديتها، حسيت بالحنين؟ حنيت لهديك الأيام؟ إيه حسيت بالحنين وحسيت تذكرت الأشياء الكوميك، يعني مع بيت خالتي ودارة وفرمي، ضحكت من قلبي لأنه مش دايما بصير لك ترجعي تتذكرين وتشوفيهم. بعدك عم تشوف حدا منهم؟ كلهم دايما بشكل دايم تقريبا. نعم. يعني كنت بمقابلة على الإذاعة من كم يوم، اتصل سيس كميل سلامي على البرنامج وكان في محادثة. نعم. حكينا مع جابرييل يمين من كم يوم، كمان حنشوفه هاليومين. الشباب كلهم على اتصال فيهم دايما. الحمد لله. أسعد، غبت فترة عن الشاشة وهون فينا نقول ما نتشكر الكاتبة منى طايع لأنه بفضلها رجعنا شفناك بلبنان. صحيح. هل قد الدور عجبك؟ نعم لأنه فعلا ما بعرف اذا حدا منكم عم اذا عم تشوفوه. اكيد كلنا عم نتابع. يعني سافو لابان، يعني انه 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 اقطش هالغربه وارجع. حضرتك كنت بتواجد بامريكا والدور ردني بقوه. نعم. يعني بنفهم مستر رشدان انك رفضت عروضات كثيره سابقه. كونك كنت يعني حضرتك مقيم بامريكا. صحيح هذا الكلام. كان ممكن وافقت على عشق النساء. بس ظروف انتاجه تغيرت وتاخر شي 4 سنين. ما عدتش فات الاوان بالنسبه لك، بطل راح الحماس. نعم فات الاوان بالنسبه لك. اذا بدك يعني بالنسبه للادوار الجون بروميه، ايه بس انه بضل الممثل يشتغل لاخر لحظه من حياته. لا اكيد نحن مش عم نحكي عن هالنقطه، عم نحكي يمكن حماسه للفنان اذا ما كانت انيه هلا، يمكن بعدين بيروح حماسه للعمل. صحيح. بشكل صحيح. عام نحن عم نحكي. مستر رشدان، حضرتك اسم عريق بعالم الفن والتمثيل، كيف كانت العلاقه مع رامي عياش النجم بالغناء اللي هو مبتدئ بعالم التمثيل؟ تفاجأت برامي عياش ايجابيا وفعلا، لدرجه انه انا اللي بيعرفوني ما ببيض وجه، انا انسان صريح حر جريء لدرجه الوقاحه احيانا بالمنطق وبالحق. كتبت شيء لرامي عياش عن اخلاقه بالاول، لانه بالنتيجه كله بلا ما ننظر ونعمل هيدا اللي فاجئك، تبقى الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق. رامي عياش إنسان خلوق جدا، إنسان متواضع، إنسان مرح، إنسان بيشيل الهم عن القلب، إنسان بيتقبل الانتقاد، نجومية إلى غير معنى معه. حسيت منشبه بعضنا، لما أقول له هو بيشبهني ولا أنا بشبه، حسيت منشبه بعضنا وانسجمنا وكان في احترام ومحبة متبادلتين بشكل كامل. نعم هيدا على صعيد الشخصي، ولكن بالعمل تمثيلا إجأني وكتبت له مثلت مش مثل الباقيين لبل احسن. وخوفتني. لهالدرجه؟ يعني انا يعني في مشاهد ما شفتها، مشاهد الحلوه العاطفيه اللي فيها مواقف هيك، ما شفت الا المشاهد اللي انا صورتها انا وياه. بتعرفي بيكونوا عم بيصوروا بغير وقت، ما بيكون عندك تصوير. ما بدي بالغ كثير انه اقول هو يعني صار الباتشينو يعني، بس انه على الطريق بالنسبه
بياخذ مني علامه 18 على 20 علامة انا شخصيا جداً. كممثل نعم ما عنده الخبره ما عنده التحضير يعني ما عنده الاعداد يعني منه ما عنده فورماسيون ممثل نعم في شوي بده انا بنصح اذا بده يكفي بهذه المهنه انه يعمل فورماسيون يشوف استاذ من هالاساتذه او من هالناس اللي يسمع نصائحك يعمل له ساعه ساعتين بالجمعه سيو أسعد يعني رامي هالقد مثل ما ذكرت إنسان متواضع بس نعم. ما زعجك إنه اليوم نجاح المسلسل كله كان تحت اسم رامي عياش أعوذ بالله أعوذ بالله لأنه بتعرفي ليش لأنه إذا كنتي إذا في أمر في السماء أوكي الناس كلها بتعرف الأمر بتطلع بالأمر مراتك أكثر الأوقات بيطلعوا حوله إذا في نجمة هيك نتفي لها معه بيّن والضده يظهر حسنه الضده نعم. يعني انه انا ما حدا ما اذا بدك تحكي على التمثيل ما في حدا ياخذ كل انسان اخذ حقه كل انسان بياخذ حقه كل انسان مطرحه بس انا اذا عندي موهبه وانا بدي المع مطرح ما في حدا يغبشني عرفتي شو السبب بالعكس انا افتخر وانا كتبت مره كمان انه رامي عياش هو امير ليل ما حدا يجرب يتطاول بس ما برأيك الكبار عم بيضيع حقهم؟ نعم ما برأيك انه الكبار عم بيضيع حقهم؟ الكبار حسب تحديد مثل حضرتك اكيد انا 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 يمكن اقول لهم ما بيضيع هيدا التواضع منك استاذ رشدان ما بيضيع اكبر برهان انه انا معكم اليوم هون لانه اسعد رشدان شفتوه مثل يمكن بتعرفوا حضرتكم او تعرفتوا على تاريخه وهذا اليوم بين على الشاشه شخص ملفت ممثل ملفت إلى حد ما بدور متواضع بسيط بياخد حقه لأن أنا ماني طالب مجد أنا تركت المجد فوق وفلات لا لأنه إذا لأن ما بقيتي بتاخدي احترامك بالوسط مش مهم النجومية والشهرة مهم الاحترام الحالي وأخذت حقك بالوسط نحن مثل ما ذكرنا الحمد لله أخذت حقي كدور واحترامي مطرح ما بنوجد جرب افرضه ما قدرت فرضته طبعا مش بالقوة على كل حال انت اخذ حقك بقلوبنا نحن كمشاهدين سي اسعد اخذ حقك اكيد لانك اسم عريق بعالم الفن وهذا تواضع منك استاذ حسب حسب الكومنت وهالاشياء كله بيجيني كل يوم حتى الزميل والصديق احمد كراره اللي عم مثل معنا كتب لي كلمتين امبارح كثير هزوني كثير يعني عرفتي كيف بيقول لي بكيتني بمحل فلاني وكل اللي عم يحضروا هون بمصر كلهم عم يشهدوا لأي شيء يعني شيء مشي من هالنهار وهذا الإرث المهم يلي بيتركه الفنان وراء أكيد وراء أعماله أستاذ رشدان ما خفت شوي من قصة المسلسل لأنه بيعود لحقبة تاريخية قديمة نحن عايشين بظل التكنولوجيا والتطورات السريعة ما خفت أنه الناس ما تتقبل هالمسلسل؟ ما خفت انه المشاهدين ما يتقبلوا هالنوع من القصص لا 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 بتعرفي ليش لانه انا قريته كله المسلسل نعم. قبل ما وافقوا قبل ما بلش يعني انبعث لي بالايميل قريته كله وعندي ثقه وشفت كنت شايف واشرقت الشمس نعم. وشايف كل اعمال منى طيب. منى صديقه من 10 سنين 10 يعني نقول قد ايه حتى ما تزعل منا مش رح نسأل صديقه ازليه وابديه وعندي ثقه فيها وب ب ب ب بتمثيلها اساسا كممثله نعم. كان عندي ثقه فيها من اول ما اشتغلنا سوا بمسلسل البركه من شي 3 سنين اقل شوي بقى هذا اللي صار قريت وشفت وهلا في كان عندي هلا بعد العرض بعد ما خلص مسلسل وتمنتج وبلش ينعرض نعم عندي ماخذ شخصي ما عبرت عنه عبرت عنه بصوره صغيره هيك على فضل. على فيسبوك على الانستغرام وعملت لها شير على الفيسبوك ما حدا فاهم شو هي هيدي شيء قصه المغايطه يمكن صح اي صورت مغايطه شو قصه المغايطه شو المغايطه عم بحضر كنت حلقه بنهار احد ماضي نعم. مش امبارح اللي قبله وكنت عم بحضر الحلقات كلهم وعايش على اعصابي بطيء يعني حاسس انا النمط بطيء المسلسل بطيء فتح مجال للناس ومش بس للناس للمصطادين بالماء العكر انه يبلشوا يحكوا صرت اتحمل ما عادش نهار الاحد ما عادش فيه احد المواطن
وما في احكي لانه اذا ما تواخذيني في مثل بيقول اذا بزقت لفوق بيجوا على شواربك واذا بزقت لتحت بيجوا على دقنك ولا خاصه لا عندي دقن بشوي تفضل مش انت اللي تقولها يعني بقى ما في احكي ما في احكي يعني عندي راي ما بقول منيح ما بقول وحيش ما بقول بس لازم اكون انا مفتخر وانا قادر احكي بشكل حلو عن المسلسل المصري اكيد نعم وفعلا هو حلو نعم شفت في تمغيط 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 شو كيف شو بدي اقول ما في اقول شيء قلت لهم محل ما كنت سهران عند عديل قلت له عندكم مغايطة الشبرت بتشت لي أخت مرتي عم غايط حطيتها صورتها وبعدها نو كومنت كتبت عليها بس هلأ اللي بده يفهم بيفهم أكيد فهم وإذا ما فهم أكيد فهم لأنه الحلقة اللي بعدها تحرك 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 وهلأ بلش يهز نعم الهز المشاعر يعني وما عندي شك بس شو عم بيصير عم يتمغط أنا بعرف ليش عم يتمغط. طب هون الحلقة وينتبهوا على هالشغلة بنبههم من هلا، أنا من هون بنبههم. إنه ما يمغطوا المسلسل، بتعرف شو بصير؟ بيتصور مسلسل 20 حلقة، بيمغطوه 35. طب الحل عند مين بيكون هون؟ نعم. الحل عند مين بيكون؟ الحل عند المنتج. نعم. عند المنتج اللي بيطلب، يعني تاجر بيطلب مغط حلقات لياخذ حقهم أكثر. نعم. بينما المخرج أو الممنتج أو الكاتب ما بيناسبه هيك ما بيناسبه هيك بس لما بيكون متحكم فيه المنتج كيمشوا على اخوانيقه نعم هون الطامة الكبرى وهون بتبلش الخلافات وهون بتبلش بينضرب الفن وبيزعل الممثل مع الكاتب والممثل مع المخرج هون عم نحكي نحن عن المنتج بس الكاتبة لما تكون موجودة بالمونتاج ولما تكون موجودة بمواقع التصوير نعم. هل هذا الشيء بيزعج الممثل لانه امر الممثل بحب يطلع شوي عن النص او بالعكس هذا الشيء بيريحه بالممثل بشكل عام في يحكي عنه كانت عم تكون موجوده نعم. بالمواقف الممثل بشكل عام في يحكي عنه بحكي عن حالي نعم. انا ما بشي بيزعجني انا التزم بالنص وقت ما خلقت بهذا المجال وقت ما خلقت فيه يعني المجال من اول يوم بلشت فيه ما بلتزم بالنص حرفيا لانه الكلام الذي يقال على لسان الممثل هو كلام الكاتب مش كلامي نعم. انا لا اسعد ولا الشخصيه صحيح نعم اوكي فاذا هو مسؤول عنه إذا قال لي سب بسب يعني هو بيكون عم يسب مش أنا لسبب بدي سب أو العكس ما إلي حق ما حدا له حق يتدخل لا بالإخراج ولا بالتمثيل ولا بس شخص يؤدي الدور المطلوب منه نعم. لأنه لما ما في إلا المخرج عمل هيك لأنه بالنتيجة لما بيقول لك هالإخراج يقول لك هاي الشغلة غلط من المخرج حتى في الناس ما بيعرفوا كمان حين بشو إذا في فورك كور بيتهموا المخرج ما بيعرفوا إنه كل شغلة بهالدومين إلى مختص نعم. فيها ومسؤول عنها لا سبب أنا ومع منى كانت على كل شيء صحيح حرام يعني من نص المسلسل لآخره كانت المنتج والكاتب والمخرج والمنتج والمراقب ومدير ممثل ومدير المسرح مدير كل شيء نعم. كانت عم أنا ما بعرف أنا ما بحسدها بل الله يقويها إنه قدرت ضلت واقفة على إجريها ما نقلوا على المستشفى أكيد. خلينا نشوف بعض المقاطع من أمير الليل نرجع نتابع الحديث معك قلت الفلاحين تركت لك الأريستقراطية إلك ولأمك يعني شو لازم إلك يعني سو سون فو بيان أتوا أتي سور حتى ما كون فلاح شفت تعرف تحكي فرنسي لما بدك أكيد بعرف أحكي فرنساوي ما أنا معلم بأحسن مدارس بس أنا ما بقبل أحكي إلا بلغة بلادي لأني فلاح ابن فلاح وطربوش بي بعده معلق بالتوتي لو ما ابن حماتك بيحبك كان تركك من زمان وإجا قاعد هون عطول والضيعة عفو عليك هل قد أنا عاطلة وما بسوى؟ أنا ما بحب الحياة أنا ما بحب اللي أنت مفكرتيه حياة هيدي الحياة هون الحياة الحياة مع الطبيعة مع الأرض مع الناس البسطة الطيبين ليه مش عيب عليك شاب بعمرك عايش بدون هدف بحياتك لا بتدرس ولا بتشتغل وهلأ شو جايني بآخر سرعة بتصرب وجه الصبح على البيت وسكران ومفتوع على بعض الدار واخرت معك والله نسيتي لما كنت قلك خلينا نطول بالنا شوي لحتى عمر بيت تقولي لي أنا كوخ بيكفيني المهم نكون سوا ونحن أسعد رجدان فعلا دائما على الحديث يلي سمعناه هلأ الحياة بتحلى بوجودك مستر رجدان العمل الناجح هو خلطة متكاملة
برأيك شو هو سر نجاح هالعمل؟ شو سر نجاح العمل؟ سر نجاح العمل النص. النص وما النص وما النص. والسبب ليش بقول النص؟ لأنه نحن تعودنا من بداية التلفزيون بلبنان من 40-50 سنة العرب بشكل عام واللبنانيين بيحبوا القصة. نعم. عرفتي؟ وما بيقروا بس بيحبوا القصة. بيتثقفوا من نعم. يعني كانوا نسبة ثلاث أرباع النسوان البيوت يعني يحضروا المسلسل من المطبخ يعني. نعم. إن كان مكسيكي وإن كان عربي مدبلج يحضروا من المطبخ هي عم تطبخ تسمعوا من التلفزيون بقوا السهرة وهي بالمطبخ تحضر تحضر المسلسل هيك. So, ما في وبعدين ما في ثقافة فنية حتى مع المثقفين مع حتى مع المتعلمين ما في ثقافة فنية ما بيعرفوا شو المسلسل شو الإخراج شو الكتابة شو السيناريو شو 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 بالنهاية الفن هو رسالة تثقيفية وهذا يلي نجحتوا فيه أستاذ رشدين. مسير رشدين كونك ممثل مخضرم شو أكتر مقطع اليوم بالمسلسل حسيته فعلا هذا المقطع قوي؟ ما المشكلة انه انا ماني 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 بكل المسلسل يعني اذا بتلاحظي في كثير مشاهد مصوره بدوني ما انا ما قدرت شفتها بس انه ك ك كفكره كفكره في بالنسبه الي انا لدوري انا بالنسبه لدوري انا هو انفصالي عن زوجتي لاحقا نعم وبالنسبه للمسلسل بشكل عام عصام كان معكم امبارح نعم حبيب قلبي هيدا ايه هذا شاب كويس صاحب بيوعد بمستقبل كثير كويس في 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 حالي يمكن ما في احكي عنها لانه بعدنا بتعرفي بعدنا باول مسلسل ما فينا نكشف شغلات أفرار. يعني ايه في موقف رح تتذكروه بعدين بدش قاسي وسيء كان عم يحكي هو انه بين مين من بينه بين بينه بين مرته بينه وبين مرته وحدا ثالث يعني بس انه موقف كثير انا بس اتذكره بينخض بدني جدا 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 نعم هو من واقع الحياة أكيد لحتى الواحد يتأثر فيها القد على كل حال مستر رشدين كمان تعيبا على المشاهد يلي شفتها هلأ بالفيديو حضرتك كنت عم يعني عم تحكي أنه الحياة حلوة الطبيعة ولكن السوشيال ميديا كتير تناولت تعليق مفاده أنك تخليت عن الجنسية اللبنانية لحتى تحافظ على الجنسية الأمريكية هون شو بترد على كل يلي علقوا على الموضوع أنا بحب الطبيعة وأنا تخليت عن بلدي نعم no. التخلي على الجنسية هو تخلي إداري دفتري لرفض الارتباط بهيك مؤسسات وهيك مسؤولين وهيك دولة بمفهوم الإدارة مش مفهوم الوطني معقولي أنا أتخلى عن الـ LBC معقولي أنا أتخلى عن مسلسلاتي معقولي أتخلى عن بيتي أصحابي رفقاتي أنت ابن الـ LBC وبلشت هون وهي عائلتك وبيتك صحيح أنا إذا اللي شايف المقالة الطويلة عن التخلي عن الجنسية واللي طلبها مني الله يوجهه الخير صديق فارس خشان كتبتها لموقع يقال بالوقت شي 10 صفحات نعم بآخر صفحة بقول وعم بحاول كتير فسر الفرق مشكلتك ما عم بقول لك في متعلمين وفي مستعدين بالماء العكر كمان يلي هي دايما بتنتهز الفرص لحتى يمكن تشهر بأشخاص أو تلقي ملامات على الآخرين كمان ما بالملامات خاطئة يعني نعم طبعا كل سنة مسؤوليته أنا عملت اللي علي طبعا أنا عملت اللي علي بحياتي تجاه بلدي أنا مقاوم طبعا أنا من أحد مؤسسي إذاعة لبنان الحر للمقاومة والألبسي طبعا يعني أما أنا ما قصرت بحياتي ولا بشيء لا عمليا ولا ثقافيا ولا رياضيا ولا قتاليا ما قصرت بشيء أنا لفترة 50 سنة يعني أنا اشتغلت منهم إذا بديك 35 سنة ما قدرت حس إنه تحرك شيء أنا ما راح أقدر أحرك بس إنه ما تحرك شيء رغم إنه كان في ناشطين مثلي بكل المجالات إنه بالنتيجة هي اللي قلته أنا من 15 سنة قبل ما أمشي على أمريكا اليوم أسوأ بشي 20 مرة للأسف لا وراء الانحدار ولا شيء وأنا ما تركت يعني ما تركته
ما خلى لا برنامج لا سياسي ولا غير سياسي ولا فني ولا لا بالالبسي ولا بلا غيره هذا ما ولا رابويت ولا عطول البلوتوث بدايته عم بسمع عم بسمع عم بسمع عم بتفاعل وعم بحاول وعم ما في شيء ما في شيء هذا هي اليوم مسيو رشدين خلصنا امير الليل حترجع تهاجر على امريكا؟ الواقع انه الخلط ما بين الغربي وبين الغربي المضاد اذا بدك يعني هجره مضاده يعني من امريكا من امريكا للبنان لبلدك متوقفي على على نسبه العمل بعزه نفسه وبكرامه وهيدي كمان مش كثير تحسنت انتبهي على فكره انا فليت من وراها كمان وراء الاشياء بالوسط الفني ومش كتير تحسنت لهالسبب بتشوفيني قايم نقمي طويلة عريضة على على هالحالة طالما هلا عم بقدر أمن معيشتي من هالمهنة بالذات وبكرامتي باقي عندي هلا مسلسلين عندي مسلسل مع الأستاذ نديم هنا كاتبه الأستاذ مروان نجار اسمه وسكت الورق حنبلش بالتصوير تقريبا الجمعة الجاي في مسلسل بعده مع مروة جروب اسمه أدهم باك اللي بطولة يوسف الخال وهودي بين إيدي يعني هاو بيخدونهم كيف ما كانش يصير النص يعني نحن أكيد حنضلنا متابعينك مسيو رشدين يعني حضرتك ممثل مخضرم أكيد نحن نتمنى نتابع ونحضر كل أعمالك كل التوفيق لإلك بكل المشاريع المستقبلية ولإلكم كمان وتبقى بلبنان بلدك ووطنك أكيد اللي بحبه كثير إذا الله رأت شكرا لإلك وأنا بتمنى لكم مستقبل زاهر كمان مثل ما مقلعين ونحن بتمنى لك كل التوفيق شكرا لإلك